السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام، ورحمة الله وبركاته. يا اهلا أنا بيك. الحاجة هانم. يا اهلا بحضرتك، منورانا في دنيا ودين يا حاجة. ربنا يكرمك. اتفضلي، ألو، سامعين حضرتك، اتفضلي. مين الحاجة هانم مع حضرتك؟ دكتورة نيفين مختار موجودة أوي، سامعاك، اتفضلي. اتفضلي. بص حضرتك، أنا كنت عايزة أسأل عن كلمتين اللي هما مدهدمتان في سورة الرحمن. تمام. مدهنتان مدهامتان. وجوزان أفنان، فيهم فرق؟ حاضر. فيهم إيه؟ فيهم إيه؟ فيهم فرق بين بعضهم ولا معنتهم إيه؟ معناهم إيه يعني؟ معناهم إيه؟ فيهم فرق اللي يعني؟ كلمتان مدهامتان. مدهنتان وإيه والتانية ذوات اللي هي أفنان. إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى حاضر بيوصف، حاضر يا أم بيوصف سلمة. الجنات، تمام. هما جنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. تمام. بيوصف كل جنة بأوصاف، دي فيها ايه ودي فيها ايه. تمام. دي جنة للمتقين فيها صفات اكتر، ودي جنة لأقل شوية مجموعة من تمام. الناس، لكن برضو فيها صفات شديدة الإخضرار، فيها الأرائك معمولة ازاي. فهو ربنا ده جميل. وصف ربنا بيوصفه للجنان. تمام. طيب، فكرة، نرجع لموضوع الحلقة، فكرة الواعظات. مين يعني احنا عندنا يعني كلمة الشيخ او امام مسجد بيدرس في الازهر الشريف، والتسلسل او التدرج لحد ما يوصل للمرحله دي. نعم. الواعظات طريقه التسلسل بتكون ايه عشان اقول في النهايه دي واعظه؟ انا عايزه بقى اوجه في الحته دي الشكر لمعالي وزير الاوقاف، تمام، لان هو اشتغل على حته ان مش احنا كنا زمان خريجي معهد اعداد الدعاه، ايوه، لا، وبعدين راح عامل بقى ايه دراسات عليا وادى منح، نبقى فيه بقى ناخد دبلومات وبعدين ناخد ماجستير، وبعدين راح فتح لنا حاجه اسمها اكاديميه وزاره الاوقاف الدوليه. جميل. وبعد اكاديميه وزاره الاوقاف ابتدى اللي عايز يكمل ياخد الدكتوراه. وسع النطاق وسع يعني. وسع وبقى الافضليه في الظهور والنزول اللي معاهم الدكتوراه والماجستير. تمام. وبقى اللي معاها ماجستير بس يقولها لا كملي، عايزين نخلص وناخد الدكتوراه، عشان يبقى كل اللي موجودين على درجه علميه واحده ودرجه علميه كبيره. طيب. وبالتالي يبقى عندها علم اكثر. جميل. وبعدين كميه الدورات اللي خدناها وكميه العلوم الشرعيه اللي درسناها والكتب الكثيره دي اثرت فينا واثقلت الماده العلميه. جميل يا دكتوره. طيب استاذنك وناخد معانا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور، ازي حضرتك؟ يا اهلا بحضرتك، اتفضل. ممكن اكلم دكتوره؟ اتفضل يا فندم. ازيك يا فندم، ازي حضرتك، الاخبار؟ اهلا وسهلا. حضرتك طبعا منوره البرنامج كله طبعا. ربنا يبارك فيك. فكنت عاوز بس اسال حضرتك سؤال بس يعني. اتفضل. حضرتك دلوقتي الراجل لو في الدعوه لو جاله سؤال عامه اوريدي فهو بيجاوب على الموجود في الدعوه مباشره، بس ممكن المراه لو حضرتك جالها سؤال ممكن بمشاعرها تتاثر. لا، انا بنفسي، انا بتكلم عن نفسي، بتكلم على انه انا دايما محايده، ويمكن حضرتك شفت لي اكيد فيديوهات كتير، انا دايما محايده في ردي، لا ليا دعوه بالمراه ولا ليا دعوه بالرجل، ليا دعوه بالدين.